مجبر على محمد لا حمدي. هو انت عندك عمر بقى يلعب في الحتتين، يعني عمر كمال يلعب باك ليفت ويلعب باك رايت، دي حقيقة. انت ما تضموش ازاي؟ ده راجل بعد الشيبي، عليه يعني هو علامة عامل استفهام. اساسات بعد الشيبي وجايب 6 اهداف وراجل لا ماشي كويس، وشغال كويس مع وانت النادي يا كابتن الاهلي حسام وانت وخفيف الحركه كمان وعنده مرونه هو وعنده كابتن رشاقه واحسن. انا بصراحه بعتبره ان هو احسن واحد بيعمل وسريع يا كروسات كابتن وسريع، يعني انت وعنده حلول هي كتيره جدا. المشكله كلها بتبقى موضوع انا زعلان مع الكابتن ابراهيم، انا مش هاخد الكابتن ابراهيم، الكابتن حسام حاسبها كده اللي هو في مصر كنت طب ليه ما خدوا التجمع اللي قبليه؟ ماشي، ما انت خدته بس عشان خاطر الجماهير وعشان خاطر، امال انت مش عايزه؟ يعني انت ما فيش الا هو اصلا، يعني انت المفروض هو يلعب مكان هاني، انا قلت النهارده زيزو المفروض يلعب باك رايت، ده حقيقي، أنا كنت متوقع يعني كده. انا قلت زيزو يلعب باك رايت كنت على الاقل هيعرف يهاجم كويس، هيدافع هيدافع وهيهاجم واشتغل هيعرف فيها يعمل كويس. كورسات، هيعرف يعمل 1 2 هو دي وصلاح حقيقة. هيشتغلوا جبهه، دي حقيقة. امال انت دلوقتي ما عندكش، يعني فين عمر كمال؟ ده علامه استفهام كبيره، فين عمر؟ يعني كمان ماشي مع الاهلي الفتره بيشوط كويس شغال كويس. 6 اهداف، بيعمل كروسات، بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب ناحيه الشمال، بيلعب جناح يمين، عنده يعني في حلول. كل حته هتلاقي عمر. دي وانت حقيقة. ذات نفسك كابتن حسام وانت في المصري كنت بتقول دي لازم يلعب منتخب مصر، ده احسن لعيب عندي. هل ده الوقت المناسب مثلا حتى لو كابتن حسام مثلا تفتكر ان ممكن الخلافات دي تأثر على اختياراته؟ هي مش هي على فكره في هي دي مشكله الكابتن حسام، يعني اشتغلت معاه لو زعل من الكابتن هو ابراهيم، اتمنى ان كابتن حسام ما هو يزعلش. انا عارف، خد بالك الكابتن عشان هو بيزعل، بس لا احنا بنتكلم في العموم احنا لان احنا في الاخر احنا بنتكلم على منتخب كابتن احنا مصر. اول ناس هنا دعمناه، فاكر لما اتكلمنا ولحد دلوقتي هو بدعم على فكره. ماشي، بس انا بتكلم الكابتن انت مش ماسك نادي، انت ماسك منتخب مصر، صح، على الاقل هتلاقي 70 80 مليون بيتفرجوا على الماتش، ده حقيقي. مش ماسك نادي عشان ما تلعبش، لا الناس كلها شايفه، ومين اللي يروح ومين اللي ما يروحش، يعني انت المفروض مالهاش بقى، انت عايز تنجح يبقى خلاص، لو واحد معلش انا بكرهه وهينجحني وهيكسبني تعالى اتحط في المكان ده عشان تكسبني عشان انا انجح، انا مدير فني انجح، صح. وما انت دلوقتي مالهاش علاقه بقى بالامور اللي بره، يعني عمر وانت مغمض كده تاخده، ده راجل ماشي كويس، تفتكر ان ممكن في الفترة اللي جاية عمر كمان عبد الواحد ينضم؟ بس امتى بقى يا كابتن؟ انت 3 ايام وهترجع تاني، يعني يعني هو ماشي كويس الكلام ده، لو نقول هو بس مباراة النهاردة بينت ان لازم عمر كمان عبد الواحد موجود كابتن بصراحة. طبعا. طب انت لو جيت بصيت يا كابتن على احترام محمد هاني وحمدي، الاثنين واقفين كمان ما بيعملوش حاجه، ده انا غريبة جدا. ده ناحية اليمين محمد هاني وحمدي، انا ما شفتهمش ان هم حتى، بص حتى لو بيتقال لك ان هو واخدين تعليمات، طب يعني على الاقل مثلا حتى لو انت واخد تعليمات دفاعيه اكتر، على الاقل في واحده، عارف اللي هو بيتقال ايه، 3 كور في الماتش مثلا، كورتين تطلع في تعمل الشوط واحدة، الاولاني، كورت، اي انت عارفها انت دي الكلمه بتاعتنا يعني في اعمل الكوره، واعمل يعني واحدة وارجع اعمل اقف واحده تاني، وريح. ايوه امال انت دلوقتي الاثنين ما بينزلوش على الارض اصلا، يعني انت وكمان الهجمة عليك اللي ما بشوفش فيه الشراسة يا كابتن، ما فيش دي الشراسة، حقيقه. يعني سيبك من الحتة كمان الهجومية، مع ان الهجومية ديت مطلوبة عشان انت بتلعب في استاد القاهرة وسط جماهيرك، يعني خلاص ومعاك محمد صلاح ومعاك تريزيجيه، معاك لعيبة كبيرة، ما شاء الله. هتهاجم امتى؟ هتفضل تدافع؟ احنا